بيوتهم بس يختاروا الموضوعات اللي هي غايبة عننا وما نكررش الحاجات اللي موجودة. والجامعة جامعة الأهرام الحقيقة الكندية دي ما كنتش أعرف إنهم ده يبقى المؤتمر السادس. لو كان كل مؤتمر زي ده يا دكتورة إيناس يجب إن إحنا ناخد ونصدر كتيبات صغيرة كده بكل ما يقال من العلماء ويتنشر. يعني لو كان ده موجود يقبل ننشره، نديها مادة علمية للزميلات والزملاء في الصحافة بحيث إنه يكتبوا عن الموضوعات دي بدل ما يهتموا بالحادثة الفلانية والحادثة التانية. ده يبقى مهم جدا. الزملاء اللي اتكلموا قبلي أشاروا إلى مسألة التنمية المستدامة، ودي موضوع هيستمر معانا لغاية سنة 30. محتاجين إن احنا نعمل شغل كبير جدا وخصوصا في 3 مجالات: الإحصاء والتمويل والتكنولوجيا. التكنولوجيا ممكن تحل لنا مشاكل كتيرة جدا وتقضي على قضايا توارثناها.